يلا خلي 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 خلي
جات واقيلا ولا احل عليهم الكراج من اللي يدخلوا لا دخلنا لك والله ما بقاش عبد الرحيم يلا حل عليهم هذا الكراج الله حفظك قلت ليش غادي موجي ماكس تبارك الله 960 راس دوزناها من المانغا الاخوان عزلنا من هاد الدار ان شاء الله انا نوريكم تبارك الله شحال ديال الدار عزلنا اللي غادي تولد ان شاء الله هي يا عزلتها دابا غنهبط الكوري لتحتاني ان شاء الله وتولد تما تبقى تاكل وتولد تما ان شاء الله بحول الله
على حسب باش ما نتكرفصوش معاها، وحتى هي تكون مرتاحه ان شاء الله واكله شاربه وناعسه حتى تولد ان شاء الله بحول الله. تبارك الله عليكم اخواني، حياكم الله اينما كنتم، ما تنساوش دعموا القناه ديالكم بلايك، بارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.